اللهم يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، يا خير الحافظين، احفظ عبادك المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم بحق هذا الشهر الكريم احفظ عبادك المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم أنزل عليهم نصرك يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم نصرك يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا من عندك وأنت خير الناصرين. اللهم انصرهم يوم قل النصير. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت وأنت خير الناصرين. اللهم لا ملجأ لهم إلا إليه، ولا منجي لهم إلا أنت. اللهم نجهم مما هم فيه يا رب العالمين. اللهم الطف بهم فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بهم فيما جرت به المقادير. اللهم لا تجعل لعدوهم عليهم سبيل. اللهم لا تجعل لعدوهم عليهم سبيل. اللهم مكنهم من عدوهم ولا تمكن عدوهم منهم. اللهم مكنهم من عدوهم ولا تمكن عدوهم منهم. اللهم اجعل ما عند عدوهم غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ما عند عدوهم غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم الغلبة، واجعل لهم القوة، واجعل لهم العزة. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم أمدهم بمدد من عندك، وأيدهم بجند من جنودك. اللهم أيدهم بجند من جنودك يا رب العالمين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين، واعتداء المعتدين، وظلم الظالمين، وتآمر المتآمرين، وخيانة الخائنين، وخذلان المتخاذلين. ونجهم يا ربنا من شرورهم سالمين. اللهم نجهم من الشرور التي تحاك لهم يا رب العالمين. اللهم نجهم من الشرور التي تحاك لهم يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.